السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الله مسيكم بالخير أعضاء الجروب الأكارم الطيبين الأفاضل. أحيانا تجينا عربيات بتلاقي البوية متقطعة أو الطبقة الأولى منها سواء الورنيش أو إيش من كان، يعني بغض النظر عن اللون أو عن البوية، بس بشكل عام أغلبيتها بتكون الميتاليك، فبتكون زي ملاحظين كده متقطعة هيك زي ما الناشفين مع بعض متقطعه. فبهي الحاله في بعض الاخوه بتتوهم لهذا الموضوع، لا خلص دي لازم عايزه جرد على الصاج، لازم جرد للصاج، طالع الصاج علشان البويه متقطعه. بس ولكن هي بتكون اغلب الاحيان او بشكل رئيسي بيكون هي اسباب الورنيش، طبقه الورنيش نوعيه زفت، نوعيه زباله. يعني زي ما نشوف مع بعض رح نعمل نظبطها زي مع بعض. ناخد صنفرة 60 وناخدها بايدنا او سواء في ايدك او في المكنة. طبعا الاماكن الصغيرة الاماكن الضيقة مش حتاخد معك المكنة في ايدك. بصوا لو بصينا مع بعض الطقطقة راحت، نفس الشيء نفس الطقطقة هي اللي عاملة زي عين السمكة، بس دي بتكون طبقة الورنيش. طبقة الورنيش أو نوعية الورنيش بيكون زبالة، نوعية سيئة جدا، فبتلاقي طقطقت. صاحب العربية بيقول لك خلاص البوية طقطقت، أنا عايز أرش العربية في الكامل. تمام، هو حيرشها ما فيش مجال. وبنفس الوقت لما تجي لعند الصنايعي بشكل عام احتمال يتوهم منه، يتوهم يشوفها هيك يتوهم يقول لك دي عايزه شغل كثير وعايزه قرد للصاج و الى اخره، ويبرك يحكي قصه حزينه عليها ويبكي وراها. لا يا اخي لا تخاف وقوي قلبك، دي بتكون طبقه الورنيش، طبقه الورنيش هي اللي متقطعه، اما البويه سليمه. البويه زي ما نشوفها مع بعض سليمه ما فيها شيء طبقه البويه. كل ما هنالك ورقة صنفرة 60 وتاخذها على قده اهو. زي ما ناشفين مع بعض نجور عليها شوي بالحف، نجور عليها شوي بالحف عشان تروح طبقة الجيلاتين فقط. انت المفروض منك تنزع طبقة الجيلاتين. طبعا هي هيك انت حترش العربية في الكامل، تبخر في الكامل سواء قطعة او كامل. انت المفروض الغاية الهدف عندك تشيل طبقة الورنيش. طبعا دي بس مجبور انه تتاخذ بويه، لاني الصنفره 60 حتاكل الورنيش وحتصل لطبقه البويه، فانت مضطر بهالحاله تاخذها بويه وورنيش. زي ما نشوف مع بعض راحت طقطقه، طقطقه راحت، هي طقطقه ورنيش، طقطقه ورنيش. وتحياتي للاعضاء الجروب الاكارم الطيبين، وان شاء الله يكون قدمنا شيء مفيد للجميع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم أبو يحيى.